أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف خلالها بالرصد والتحليل على أداء سوق المال المصرية التي ارتفعت مؤشراتها بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 99% لينهي التعاملات عند مستوى 1148.4 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 44% ليصل إلى 2196.25 نقطة. كما زاد مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 69% ليصل إلى 3147.33 نقطة. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، فقد جاء قطاع البنوك على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 21.36%، وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانيا من حيث التداولات بنسبة 15.94%، واستقر قطاع العقارات في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 15.77%. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية في جلسة اليوم ينضم إلينا الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد. ارتفاعات جماعية اليوم في البورصة المصرية، كيف تقرأ ذلك وأسباب تلك الارتفاعات؟ أولا الارتفاعات الجماعية النهاردة وامبارح ونهاية الأسبوع الماضي متواصلة في العديد من العوامل التي أشارت إلى تحسن معدلات الثقة لدى المستثمرين المتداولين في البورصة، أهمها التصريحات التي صدرت عن وزارة وزير المالية والمختصين في صندوق النقد الدولي عن قرب الانهاء الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، فمن المؤكد ان في تقارب جيد بيشير الى استقرار الاداء الاقتصادي المصري في الفتره تجاوزها اكثر المحن التي كانت تشير لعدم يقين لدى المستثمرين، وهي الفجوه التمويليه التي تعانيها مصر في النقد الاجنبي، فبالتالي بقى فيها درجه من الثقه كبيره. ايضا العديد من اخبار عن اتفاقات في الاتصالات وفي حول فرص جديده للاستحواذ فبالتالي الاخبار دي اضافه لان الاسبوع الماضي كان السوق شاهد ضغوط عنيفة دفعت الأسهم إلى مستويات كانت في حد ذاتها وبدون أي عوامل خارجية كفيلة بجذب السيولة للدخول في هذه المستويات السعرية المتدنية في أسهم البورصة. طيب أستاذ محمد، الارتفاعات اللي حدثت يعني منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى اليوم، هل هي ارتفاعات عرضية أم ارتفاعات أفقية؟ وهل تستمر خلال الجلسات المقبلة والفترة المقبلة ولا شايف؟ يعني على الأقل على المدى القصير هي ارتفاعات مستدامة، برضو الضغوط اللي كانت بيشهدها السوق من ارتفاع معدلات التضخم العالمية وتشديد السياسة النقدية اللي بيضغط على الأسواق حول العالم وعلى السوق المصري كمان، وبتترك قدر كبير من التضخم لدى المستثمرين معدلات التضخم. فبالرغم الإعلان عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء لمستويات أعلى من التوقعات، إلا أن السوق الأمريكي ارتفع بقوة يوم الخميس وبيواصل ارتفاعاته في جلسة النهاردة، فبالتالي أظن أن السوق قادر على تجاوز بعض الضغوط. عايز برضو أشير إلى أن استقرار الأداء الاقتصادي في مصر
واستقرار سوق الصرف. صحيح. اللي اشرت ليه في اجابتي على السؤال الاولاني بيدي نوع من التفاؤل بشكل كبير الى ان المستثمرين الاجانب اللي كانوا متخوفين من التذبذبات في سعر الصرف الجنيه في الدولار ربما يكون عندهم ربما يكونوا اكثر جرأة على الدخول في يقين بان سوق الصرف ممكن يبقى مستقر. وبرضه في بعض التصريحات اللي خرجت من ذلك من مستشفيات وقوة أداء الأسواق المحلية والعالمية في مواجهة حتى معدلات التضخم المرتفعة كلها عوامل كافية لإعطاء الثقة للسوق. أستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام نخرج إلى هذا الفاصل وهذا التقرير ونستعرض أهم ما جاءت به جلسة اليوم من البورصة المصرية. بعدها ينضم إلينا الأستاذ هشام حسن خبير أسواق المال. في ثاني جلسات الأسبوع واصلت مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها الصعودية في دلالة على تسجيل أغلب أسهمها لارتفاعات في ختام التعاملات. البورصة تأثرت بعمليات شراء من المستثمرين العرب خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار. قبلت عمليات بيع من المستثمرين المصريين والأجانب لم تفلح في تغيير دفة المؤشرات نحو الهبوط. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 6.5 مليار جنيه ليصل إلى 703.496 مليار جنيه بعد تداولات كلية اقتربت من 3 مليارات جنيه، نحو 1.330 مليار جنيه منها تداولات في سوق الأسهم، وقرابة 1.5 مليار جنيه تداولات في سوق المتعاملين الرئيسيين. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جيك 30 صعد بنسبة 99%. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 44%. وطالت الارتفاعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 69%. اللون الأخضر سيطر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 80 سهما من 203 أسهم جرى التداول عليها، بينما هبط 45 سهما واستقر 78 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. أهلا بحضراتكم من جديد، بنجدد التحية بالأستاذ هشام حسن خبير أسواق المال. أستاذ هشام خلينا نبدأ سريعا في البورصة المصرية. كان معنا الأستاذ محمد سعيد على الهاتف وكان بيتكلم على الارتفاعات الجماعية التي حدثت خلال الجلسات الماضية وبداية هذا الأسبوع، وأرجع تلك الارتفاعات إلى الأخبار الإيجابية بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. أولاً مساء الخير ليك وللسادة المشاهدين. خلينا نقول حاجة بسيطة جداً، اللي بيحصل حتى من الأخبار الموجودة دلوقتي إيجابية التفاؤل وكذا وكذا، هي هتبقى برضو في الآخر صداها مؤقت لأنه ما فيش حاجة فعلية حصلت. دي واحد. اتنين، منعكس ده أنت شايفه في الحقيقة على الكاهل مرة تانية المؤسسات المصرية والعربية. مرة تانية المؤسسات الأجنبية مستمرة في البيع، وأنت مرة بتناوب وبتناور حول مستوى ال 10,000. يظل مستوى ال 10,400 مستوى تقيل جدا على البورصه المصريه، بتكلم في غصون المدى القريب الى القصير يعني بحد اقصى شهر، ودلوقتي بقى شهر حتى كبير قوي ان انت تقول ان انا متوقع والسوق هيستمر فيه ازاي، فبنتكلم من 5 إلى 10 جلسات. اذا اللي بيحصل دلوقتي في السوق قد يكون دوافع فرديه تدفع بالسوق لاعلى من جانب المؤسسات، ولكن هل هيستمر السوق؟ انا اللي اقدر اقوله انه لازم استمر في دفع الكاش، انما طالما الاجانب عندي بتبيع في الحقيقه يا جماعه الموضوع مش جديد يعني. بس من عند 2018 ما هو اللي نفس النقطه اللي لسه كنت اقول لحضرتك عني، من عند 2018 شفنا الاستراتيجيه دي ما بتتغيرش، ان انت كل ما تقترب من مقاومات مهمه جدا الاجانب بتبتدي يعني تكثف عمليات البيع، وبالتالي انت غالبا بتفشل في عمليه الارتقاء. خلينا نشوف حاجه، طول ما انت فوق ال 10,000 اعتقد ان السوق هيبقى صالح للمضاربات السريعه. ادنى ال 10,000 مره ثانيه لازم نوقف خساير للمراكز السوقيه المفتوحه، او على الاقل المستثمرين المضاربين السرعة يقفل المارجن، لانه مره تانية هتبتدي السوق يتكع او يضغط عليه الاسفل. ادنى مستوى ال 10,000، اعلى ال 10,000 انت ممكن توصل 10,250 ثم ال 10,400. بين ذاك وتلك احنا بنترقب كل يوم الاحداث، انما عشان اقول بكلمه سريعه جدا انه اصبح في دافع قوي جدا لدى المؤسسات، انا محتاج ابص الاقي الاجانب مره تانية عادي وتتخش
تخش حزام الاخضر في الشراء. ده المعيار بالنسبه لحضرتك؟ في الحقيقه ده المعيار، ما اقدرش اكتر من كده، لان انا شفت العرب بتشتري وشفت المصريين بيشتروا. انا عايز اقول لك حاجه، انه من اول 2022 لغايه النهارده قوه تمركز العرب اعلى، ولكن ما رفعلكش السوق. اللي في الحقيقه اللي بيقدر يرفع السوق كل مره ويقدر يخلق ترند جديد هي القوه الاجنبيه او العمله الصعبه. طب ايه التفسير يا فندم؟ التفسير اكثر من حاجه. اولا انت في عندك توترات عالميه موجوده وما انتهتش الى الان، يعني حتى اللي موجود دلوقتي على العالم اقدر اقول ان هو تهدئه للاوضاع، انما هل الازمه انتهت؟ في الحقيقه لا، انت بين قاب قوسين وادنى من كل التوترات اللي ممكن تحصل. لا انا بسال ليه الشراء ده للعرب ما انعكس؟ لا ما هو ما انعكس، كان في جزء منه استحواذات. انا تصورت حضرتك بتتحدث عن الاجانب، انما جزء منه استحواذات والجزء الاخر لما كانوا بيشتروا جوه البورصه ما بيخشش يشتري في اوقات يرفع فيها السعر. خلينا نقول حاجه مهمه جدا المستثمر دلوقتي، لو انت معاك فلوس وباصص على السوق، الكلمه دي ما هيش جديده، انا معايا ارقام كبيره جدا، ايه اللي يخليني اشتري وارفع السوق وانا الوحيد ابقى بطل السوق؟ يعني ما هو كده كده الاسعار هشتري بالغالي. لا انا ابقى سمارت شويه واشتري على مدى على فترات طويله اكبر، وبالتالي انتهز كل تراجعات السوق اللي ممكن تحصل واشتري مره ثانيه. في الحقيقه ده بيعرض السوق لمناطق عرضيه كبيره جدا زي اللي احنا موجودين فيها دي، انما افضل بكثير جدا من ان يبقى في عندي عمليات تراجع عنيفه زي اللي كنا شفناها في الفتره الماضيه ما قبل العيد. اذا اللي موجود دلوقتي السوق بيدي نفس للافراد، في الحقيقه بيدي نفس للافراد، المؤسسات شايفه شغلها، هي بتشتغل بوترتها الطبيعيه جدا وما عندهاش مشاكل، وده بينعكس اداؤه شايفينه على المؤشر ال 30 والمؤشر ال 70، فكل واحد عارف يعمل ايه. ولكن الملحوظه او النصيحه اللي اقدر اقولها للمستثمرين الافراد، لو السوق ابتدى يرجع ما تعنتش معاه، يعني فورا ابتدي كايش، فورا اخرج واشتري بوزيشن جديد، واهم حاجه المارجن، لان انا ببقى دايما خايف على المستثمرين ان هو ياكل محافظهم في حاله التراجع. هل ممكن يرجع مع الاعلان رسميا الاتفاق مع صندوق النقد؟ ده مربوط بعوده الاجانب معايا، يعني انا لو لقيت هل ممكن يعودوا لو تم الاعلان رسميا؟ انا اعتقد ان ده هيبقى حاجه شبه التعويم اللي حصلت في 2016. يعني لان النهارده انت لما تيجي تقرا هو محتاج المره دي الموضوع كله ما بين السياسه الماليه والسياسه النقديه والاصلاحات الاقتصاديه الهيكليه الاقتصاديه. فبالتالي انت لسه ما شفتش ملامح الخطه عامله ازاي. يا ترى هل هيبقى فيها ضرائب؟ ما فيش فيها ضرائب. هل هيبقى فيه اعاده هيكله القطاع الحكومي لكله؟ هل هيبقى فيه يعني مسائل ما بين تعويم الدولار مره ثانيه؟ هنشوف ارقام، يعني هنشوف مره ثانيه زحزحه الدولار نحو مستوى 23 جنيه او قد يكون اعلى. فبالتالي انت لسه ما تعرفش ملامح المرحله رايحه فين وجايه منين. انما لو المرحله دي فعلا حصل فيها تخفيض في الجنيه مره ثانيه بشكل كبير، التزمت بخطه جديده، لو ده اتربط بعوده الاجانب انا اعتقد ساعتها هنبتدي نشوف بقى ارتفاعات مره ثانيه. ما ارتبطش او فعلا القرض تم، ما ممكن يتم زي اللي تم ايام كورونا وما فيش حاجه حصلت برضه. وبرضه في نقطه مهمه ثانيه، لا اعول عن هذا فقط لان ما زالت التهديدات الخارجيه موجوده، فانت ممكن تاخد القرض وتبتدي تشتغل في عمليه الاصلاح الاقتصادي وتظهر بعض الاجانب بعض الشيء، ولكن التوترات العالميه التهديد الخارجي للبيئه العالميه يضغط عليك في عمليه التضخم فما يديكش فرصه مره ثانيه للنمو. اذا المساله صعبه قوي تكهنها لان انت عندك اكتر من عامل وما انتش قادر تراهن مع المستقبل، فبالتالي علينا التريث قليلا. بس التوترات العالميه اللي حضرتك بتتكلم عنها اصبحت جزء من الحياه، يعني خلاص كل بدا يتعايش معاها سواء كانت اثار كورونا او الحرب الروسيه الاوكرانيه، والكل بدا يرتب اوراقه. كورونا لا خلصت بقى خلاص، يعني كورونا بقت في الموضوع دلوقتي بقى بنعملها زي الدور البرد، يعني عادي ما فيش فيها مشكله الا من رحم ربي. يعني انما الجزء الثاني التوترات الجيوسياسيه اللي موجوده بين روسيا واوكرانيا والصين وتايوان وتدخل امريكا، قرر العجوز اوروبا وعمليه التضخم المفزعه اللي عدت ارقام هم ما شافوهاش من 100 سنه فاتت، حتى امريكا نفسها اعلنت ان هي معدلات التضخم عندها ما شافتوش من اكتر من 10 سنين، فبالتالي انت عندك ارقام جديده بتظهر على مستوى العالم. هل ده معناه ان الازمه انتهت؟ في الحقيقه لا، لازم ما انتهتش. انت لغايه النهارده بتعاني خارجيا من حاجات كثيره جدا، ما تنساش ان لسه فصل الشتاء ما ابتداش بجد. سمين. اللي هتبتدي تشوف بقى ايه عجز فعلا في الغاز، طلب على البترول، مع ملاحظه ان اوبك في حد ذاتها لما قالت لما رات انه انتوا قايلين ان في كساد هيحصل وخايفين من كساد، فده معناه ان انا اقلل الانتاج بتاعي، فده معناه بشكل ما او اخر بيضغط على المعروض عالميا في قاره اوروبا. فما انا مش عايز، انا اتوقع ان الدنيا هتتغير مره ثانيه عند شهر 12 الجاي، يعني هنشوف احداث مختلفه تماما وهتبقى الثوره العالميه في الفتره الجايه اوروبا. في الحقيقه ارتفاع اسعار النفط النهارده طبيعي جدا، وانا اعتقد انه كان لسه هيكمل مره ثانيه، انما اللي كانت بيحصل في الفتره اللي فاتت دي كانت مرحله هدوء سواء على النفط او السلع الغذائيه، يعني حتى ممكن التراجعات على السلع العالميه ده استراحه محارب، انما هل ده معناه الازمه انتهت؟ لا، انا بس ان الازمه ما انتهتش الى الان، انه الناس بتهدى بس بتاخد نفسها كده. ممكن ارتفع اكتر في الشتاء؟ طبعا طبعا، مع تخفيض المعدلات، مع تخفيض اوبك لاكثر من 2 مليون برميل يوميا، اعتقد ان الموضوع هيعود مره ثانيه،
خاصه انت لسه ما شفتش الطلب الحقيقي جوه اوروبا هيبقى عامل ازاي الفتره القادمه. الذهب النهارده ارتفع وانت ليك راي دائم في الذهب. الذهب ما زال الاحتياط الاستراتيجي او الملاذ الامن الذي لا يمكن الاستغناء، برغم ان هو بيرتفع وينخفض في نفس اليوم. ممكن بيرتفع وينخفض في نفس اليوم، في نفس اليوم دي نقطه. النقطه الثانيه مؤشر الدولار عالميا بيأثر عليه طبعا، هو ده ماشي عكس ده. وان كان لو جيت اتكلم هتكلم عن مؤشر الدولار وارجع للذهب لان دي علاقتهم مهمه جدا. حتى مؤشر الدولار لو ارتفع وصل لغايه اقصى نقطه ليه عند مستوى ال 120 نقطه، فدي العالميه والتاريخيه ليه في حياته من عند 1998. فده معناه انه مؤشر الدولار خلاص مش هيشوف اكتر من كده تاني، وهتبتدي تراجعات اعتقد هتاخد من 5 لـ10 سنين على مؤشر الدولار. ايه اللي ممكن يحصل في العالم؟ انا ما اقدرش اعرف دلوقتي، بس دي الرؤيه اللي قدامي. انا لا اتحدث عن بكره وبعده، اتحدث عن فتره من 6 شهور الى سنه قادمه ان شاء الله. فده معناه انه بيديك ايحاء ان الذهب هيبتدي يتحرك بشكل كبير، حتى لو رجع من 100 الى 200 دولار. فدي فرصه لدى التجار او لدى المستثمرين ان هو يبتدي مره ثانيه يعيد مراكزه العقود، سواء العقود المفتوحه او اللي بيشتري ذهب مباشره. هل الذهب ملاذ او احتياط استراتيجي؟ لا يمكن الاستغناء عن الذهب، واعتقد ان الذهب هيبقى صوته عالي ما بين الدول زي زمان جدا في الفتره المقبله، وده كان بيعكسه الفتره اللي فاتت شراء مصر من الاحتياط الاستراتيجي للذهب. 1-2 روسيا نفسها رفعت الاحتياط الاستراتيجي للذهب، وده معناه ان الدول ابتدت تبص للسلع مره ثانيه بشكل زي زمان، مش ابتدت تبص للدولار. فبالتالي ده بيديك اشاره مستقبليه انه ممكن الدولار الهيمنه تروح من عليه. طبعا لكل حاجه في الدنيا مشرق ومغرب، فعادي جدا زي ما كان قبل الدولار كنز استرليني وبعد كده خلاص دلوقتي في الدولار. ومن يقول ان الدولار خلاص هتروح عليه وهيبتدي فيه، هل بقى ممكن يبقى قطب جديد او عده اقطاب؟ ده اللي هنبتدي نتفرج عليه في الفتره المقبله ان شاء الله. انت اكثر المدافعين عن الذهب، واضح ان عندك كميات ذهب كتير. يا ريت يسمع منك ربنا. استاذ هشام حسن خبير اسواق المال، بشكرك شكرا جزيلا. تحياتي ليك. شكرا لحضرتك. تحياتي ليك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهارده في مؤشر النيل. غدا باذن الله حلقه جديده. دمتم في امان الله، شكرا لكم.